متى وكيف وأيانا؟ صباح الجرح لو تكلم سيغرق الأرض دما. تصنف مدينة الموصل العراقية بأنها المدينة الثانية من حيث السكان على مستوى المدن العراقية، إذ يقيم على أرضها 2,000,000 نسمة، وهي مركز وعاصمة محافظة نينوى، تفصل بينها وبين العاصمة العراقية بغداد مسافة 465 كيلومترا. تتقارب اللهجة التي يتحدث سكانها مع لهجات المدن الشمالية السورية. يعتبر أهل الموصل من أهل السنة، وتقيم داخل حدودها 5 قبائل، وهي قبيلة الشمر والجبور والدليم وقبيلة الطايق والبقارة. أما أهل الديانة المسيحية فهم الأكراد والتركمان والشب. وتعتمد مدينة الموصل على التبادل التجاري مع سوريا وتركيا. حملت الموصل عدة ألقاب منها الحدباء، وذلك نسبة إلى اعوجاج مجرى نهر دجلة وأحدادابه، عندما يقطع شمال مدينة الموصل، كما لقبت بأم الربيعين نظرا لتماثل فصلي الربيع والخريف واعتدال طقسها، كما أطلق عليها لقب الخضراء والبيضاء نظرا لاكتساء المباني القديمة بالرخام والجبس الأبيض. مناخ الموصل: تتأثر الموصل بالمناخ شبه الجاف نظرا لبلوغ ارتفاعها 220 مترا عن مستوى سطح البحر، ويمتاز صيفها بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة. أما في الشتاء فإنها تشهد هطولا مطريا يصل إلى 375 مليمتر، وقد تنخفض درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر. آثار الموصل: شارع النجفي من أقدم الشوارع في الموصل، وهي ذات أهمية ثقافية بالغة، فأقيمت به أول مكتبة في الموصل وأول دار نشر، ويشتهر ببيع الكتب، مما جعل من أهل الموصل عشاقا للقراءة والثقافة. وامتلأت رفوف مكتبات الموصل بكتب الفقه الإسلامي والمذاهب الإسلامية وكتب التفسير والروايات العالمية والعربية وكتب التاريخ. الجوامع: تحتضن المدينة جامعين في ربوعها، وهما الجامع الأموي. شيد هذا الجامع على يد عتبة بن فرقد السلمي في السنة 16 للهجرة، عام 637 ميلادية، في أوائل العهد الإسلامي، ويطلق عليه أهل الموصل الآن اسم الجامع العتيق. الجامع الكبير: بني الجامع الكبير في الموصل عام 668 هجرية، أي عام 1172 ميلادية، على يد العادل نور الدين، ويعتبر الجامع الثاني في الموصل. واختفت معالم الجامع ولم تبقى منه إلا مئذنة الحدباء، وتعد من أكثر معالم الموصل شهرة. الكنائس: كنيسة مار توما الرسول للسريان الأرثوذكس، وتعد هذه الكنيسة من أكثر الكنائس قدما في الموصل، ويشار إلى أنها شيدت في القرن السادس الميلاد، واتخذها مطرانية الموصل للسريان الأرثوذكس مقرا لهم. كنيسة مار أحداما شيدت على يد التكاريتا الذين نزحوا إلى الموصل في القرن التاسع الميلادي. كنيسة مار فيثيون: بنيت هذه الكنيسة في القرن العاشر، وتعتبر من أقدم الكنائس الخاصة بالكلدان. كنيسة الساعة: تأسست عام 1873 ميلادية من قبل الآباء الدومينيكان، وأكثر معالمها شهرة هو برج الساعة.
هذا الفيديو مختصر لبعض الملاحظات المهمة عن مدينة الموصل، ولو تحدثنا مهما تحدثنا لن يكفيها هذا الفيديو ولو تكفيها ساعات. مدينة الموصل العريقة المشتهرة بالمساجد وبأهلها، المدينة التي دمرها داعش وغيرها. حفظ الله العراق والمسلمين.